نحكي مع بعض ايه هي. اولا تعالوا نشوف ايه هي الوان اللسان. الوان اللسان المفروض ان اللون بتاع اللسان، ركز معايا، لون لسانك المفروض ان هو لون شفتك، فالمفروض ان هو يعني بينك كده جميل، معلوش اي طبقات، معلوش اي الوان، خلاص ركز معايا. يبقى لون اللسان اللي هنبني عليه هو لسان بينك، يعني كده روز خفيف جميل، هو لون الشفايف. طيب ممكن بقى يتغير الالوان، بعضها مرضي وبعضها غير مرضي. بص الالوان اللي جايه، اللون دون اللي هو اللون الطبيعي، بينك روز كده جميل، ولون اللسان هو لون الشفايف من جوه. طيب ايه تاني عندي؟ عندي اذا كان اللون ابيض، اللون الابيض دون اول حاجه ممكن يكون عندي نزله برد. يعني ايه نزله برد؟ يعني انا عندي بريت وعندي شويه مشاكل وكونجيشن والتهاب، فزي ما حصل التهاب في مناخير في اللسان كده. لكن اهم سبب لبياض اللسان على الاطلاق هو زياده الاملاح. يبقى زياده الاملاح في الجسم، في الكلى، في كذا، بتبان على لسانه ابيض. طب هل يختلف اللسان الابيض عن اللسان اللي عليه نقول عليه فطريات؟ هنشوف الفرق بينهم. ده ابيض ما بيتكحدش بالفرشه اللي هوريها لكم دلوقتي، لكن في طبقه عامله زي القطيفه، طبقه زي القطيفه بتتكحد بالفرشه وتنزل وعامله زي القطيفه، دي بقى بتبقى فطريات، ودي بقى نتيجه ان حد عنده زكام او جيوب انفيه وطول الليل فاتح بقه، وبان فاتح بقه يبقى في كانديدا وفي فطريات بتنمو على لسانه زي اللي بتنمو في الرحم بالظبط. طيب تعالوا نشوف لون تاني. اللون دون لون اصفر، ممكن يكون عدوى فطريه وممكن يكون مشكله في الكبد. يعني ساعات ان الصفرة لما بتزيد في الجسم بتبان على اللسان، خلي بقى. وممكن يكون بقى واكل مانجا ولا حاجه صفرة، بس عشان ايه؟ مش كل اللسان اصفر يبقى عنده كبد. ها هو ممكن يكون واخد كاري ولا واخد البتاع اللي بنحطه الاصفر ده اسمه ايه، ها، كركم، وساعات برضو بتاع اصفر كده عامل زي الصلصه الصفرة، ها، مستردة. المستردة دي عليها خردل وكركم وبتاع، وساعات تحطها تلاقيها ايه، صفرة. ممكن واحد يعني يقول انا عيان يا جماعه ويحط شويه مسترد على لسانه وانا بصوا لساني اصفر، او زي ايه، زي اخواتنا لما بيحبوا يروح المستشفى قرنين شطه على حته حلاوه طحينيه، ها، على حته سمك، على حته بيضه، ياكلهم من هنا ويطلع على المستشفى من هنا عنده سخونيه. هو بيعمل كده عشان ايه؟ يجيب لنفسه المرض. زي اخواتنا اللي هم بيجيبوا الكاتشب علشان اللي هو بتاع التمثيل، وضربوا بالرصاصه والكاتشب طبعا غرق القميص، واخد بالك، وكاتشب هنا وكاتشب هنا، واخد بالك، وقال يعني الممثل خلاص بيموت. طبعا ده كل ده ايه؟ كاتشب. طيب يبقى عندنا اللون الاصفر ممكن يكون طبيعي، وممكن تبص بقى اللون الاحمر ده. اللون الاحمر ده ساعات بيبقى صبغه، يعني واحد واخد بنجر، واخد مثلا صبغه جزم حمراء، ساعات بيعملوا على التمر هندي بيحطوا عليه صبغه، تشرب من هنا وتلاقي لسانك يعني الله اكبر بني احمر ازرق، انت مش حظك مع لون الايه؟ الصبغه. فالصبغه دي صبغه، يعني زي ما يكون واحد حاطط روج، لكن ممكن يكون محمر شويه نتيجه مشكله في الكبد او ناقص فيتامين. بعض انواع الانيميا بتعمل ريد تانج، ريد تانج اللي هو لسان الاحمر، بس لسان احمر مش صبغه كده، يعني خلي بالك برضه. يبقى مش كل لسان احمر، وخاصة إذا كان حاطط روج، فإذا كان حاطط روج لا، ده بيلعب. طيب تعالوا نشوف كمان اللسان البني. اللسان البني يبقى هو عنده جزمة بني وكان بيلمع في لسانه، أو إن هو عنده مشاكل في القولون والجهاز الهضمي. مشاكل القولون والجهاز الهضمي بتبان على اللسان، وخاصة الألسريتيف كولايتس أو القولون المتقرح أو الكرونز. الكرونز تورمات في الجهاز الهضمي، ساعات تبقى الناحيه دي مورمه، الناحيه دي مورمه، ساعات الشرج مورم، ساعات اللسان مورم. اه والله العظيم. فاذا كرونز ديزيز اي حته في الجهاز الهضمي بتورم من الفم لغايه الشرج. طيب طيب اللون الثاني اللي ممكن تلاقيه في اللسان، نعم، ممكن تلاقي التدخين. طبعا التدخين هيبوظ اللسان والسنان، ده لسه بقى هنقول السنان كمان، الالوان بتاعت السنان. لما تلاقي واحد كده سنانه بنيه ولا سنانه سودا، ها، سنانه سودا وسنينه سودا، نعم، والشفايف. بس هي الشفايف يعني في بعض الناس شفايفها كده، يعني ممكن واحده شفايفها زرقاء، انا بحسبها حاطه لون ازرق، طلع ان ده لون طبيعي. زي اللي بتدخن، اللي بتدخن لون شفايفها زرقاء، مش كده ولا ايه؟ ده من اثر الدخان. وحاجات تانية. تعالوا بس نقول بقى اللون الرمادي بيدل على نقص الحديد او فقر الدم. اللون اللي قدامنا ده مش رمادي، ده غالبا الفير
او الفطريات اللي موجودة على اللسان. الفطريات شيء واللون الابيض بتاع الاملاح شيء. مش عايز اقولك تلات اربع الناس عندها املاح في لسانة. طلع لسانك تلاقي لسانه مبيض. مش عليه طبق لا ده مبيض بس. طيب دي الفير ده بيبقى عبارة عن كانديدا البيكانزو بتبقى عبارة عن فطريات. طيب وايه تاني؟ عندنا الوان تانية زي اللون الاسود. طيب انا لون لساني اسود تفتكروا ليه؟ بشرب شاي تقيل، قهوة كتير، ها مادة الكولا، ساعات ابقى شارب مثلا اللي هو قلنا عليه بيسود ده اسمه ايه؟ التمر هندي. ساعات حد يجي يقول لك طلع لسانك تلاقي لسانه اسود. وطبعا اللي بيكذب طبعا لسانه اسود ووش اسود وعيشته سودة، بس هو بيبان قول له طلع لسانك على طول تعرف اذا كان كذاب ولا لا. اسباب وعلاج اللسان بقى الابيض. الابيض ده عنده ايه؟ عنده املاح. يبقى اول حاجه لازم اعمل وظائف كلى واملاح الدم، كرياتينين، باولينا، يوريك اسيد، كل ده لازم اعرفه عشان اعرف لسان ابيض من ايه. اللي لسانه ابيض بيهرش، واللي لسانه ابيض تلاقي عنده مشاكل في عينيه ومشاكل في كعب رجله، وده بنقول عليه يا جماعه ان زياده الاملاح. وانا عملت حلقه عن الاملاح وقلت ان الاملاح بتوقع الشعر، بتعمل نغبشه على العين، باظ المناخير، باظ اللسان، باظ اللسان. الاملاح الزياده بتبوظ الامعاء، الاملاح الزياده بتيجي حوالين المعده والامعاء تمنع الهضم والامتصاص. فاللسان ابيض كده بعرف ان عنده كوارث، وينزل بقى الامعاء لا بتهضم ولا بتمتص، فالاكل بينزل زي ما هو اندايجستد فود، وبعدين الكليتين تعبين ولك عندي الام في الجنبين، وبعدين انزل بقى على المفاصل رجليا، وانزل تحت بقى على الكعبين وعندي شوكه ومش قادر امشي على رجلي. شفت بقى اللسان الابيض بيعمل ايه؟ فاللسان الابيض ينفع في اليوم الاسود، فاذا انت تشخص بيه املاح وكده الاملاح الشخص ده متدمر. فهمت بقى؟ يبقى انا اقول لك بالك طلع لسانك، وانا اقدر اقول لك عندك ايه وايه وايه وايه. يجي عند المريض العياده اقول له طلع لسانك، اقول له خلي بالك في سقوط شعر، وفي غيامه على عينك، في مشكله في مناخيرك، وفي مشكله في اللسان اصلا التهابات، وعندك مشكله في الامعاء لا هضم ولا امتصاص، وعندك مشكله في الجنبين، وعندك مشكله في البول، وعندك مشكله في الركب والمفاصل والعض، وعندك مشكله في الرجلين. قول لي اه انت عارف ده كل ده منين؟ انت ساحر؟ عرفت ده كل ده منين؟ من لسان اهلك. طيب دكتور. نعم دكتور، في استاذ عادل بيقول لحضرتك بحس دايما بسخونه في بطني وفي لساني، ايه السبب وايه العلاج؟ السخونه اللي في بطني انا لسه بتكلم دلوقتي، بقول يا جماعه والله العظيم اللسان هو مرآة القولون والمعده. فاذا رايت التهابا في اللسان وجدت التهابا مثله فين؟ في الامعاء والقولون. تمام. وانا بقول ان الملح اللي حوالين اللسان ده داير ما يدور البراش بوردر اللي هو الغشاء الداخلي للامعاء، مليان ملح على الاطلاق من اول المعده الامعاء القولون الشرج، وحتى البراز ساعات يقول لك البراز نار، انا بتبرز كاني باكل شطه وانا ما باكلش شطه، انا ما باكلش شطه. حضرتك امال ده جاي منين؟ جاي من الملح الزياده. جاي منين الملح الزياده؟ المانجا كتير بتعمل ملح زياده، المواد الحافظه تتحول الى املاح وخلايا ميته اخيرا، الفول كتير بيعمل املاح، اللحمه كتير كل يوم لحمه وكبده والسجق، ها وهمبرجر بتعمل املاح بالهبل، ها دي الاملاح اللي بتضيع الدنيا، حتى الطماطم الكتير. عشان كده ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. عرفت ايه اللي مبوظ اللسان؟ اللي مبوظ اللسان مبوظ البطن. عرفت ايه اللي عامل سخونه وقرف في بطنك؟ الاكل اللي انت بتاكله. وفي ناس في اطفال بينقي الكبده وينقي الفراخ وينقي اللحمه وياكلها حاف، ولا بياكل سلطه ولا بياكل رز ولا بياكل اي حاجه. واحنا قلنا البروتين سواء فراخ او لحمه او كذا لا يتعدى 1/10 من الاكل، يبقى لازم اتعلم ان انا اكل رز او مكرونه او عيش دول 400 جرام، و400 جرام خضار وفاكهه لازم 400 جرام، وفي 100 جرام بروتين بيض او سمك او فراخ. اوعى تاكل حتتين لحمه، انا عندي حته قد نص كف ايدي. ما ينفعش حتتين، ما ينفعش ثلاثه. دينجر، خطر.